وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. معنا استخاره بالقران الكريم لمواليد برد العذراء. صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين. كل احبابي في الله، الفيديو بيجيب مشاهده، البركه فيكم بفضل يعني بعد ربنا. فاتمنى من احبابي في الله بيجيب مشاهدات الف الف، وحده بلاقي 50 لايك او 60 لايك، فضلا وليس امر المستمعين. ادعموا الفيديو باللايك احبابي في الله، وانزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. ونشوف الصوره، صوره الحج. ربنا يكرمكم بالحج ان شاء الله باذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف، عندك امور هنا ستحدث في حياتك، لازم تخلي بالك منها. حاجات هتحدث قدامك تخلي بالك منها، علشان هتعرف اشياء او هتعرف حاجات كثيره، هتوضح قدامك حاجات كثيره. اول شيء السحر اللي عندك، السحر اللي عندك راح ينقلب على الساحر، راح ينقلب عليه، وفي خطوه راح ينقلب بإذن المولى تعالى، هينقلب على الساحر، ومن ذهب إلى الساحر. لأن أرى خروج شيء من بيتك معه الشر، معه الحسد، معه السحر، هيخرج من بيتك بإذن الله تعالى، لأنك تعبت، يئست، عندك إحباط، عندك تعب، عندك ضيق، عندك ألم في المعدة، صداع غير منتظم، عندك ألم في الظهر، في الرجلين، أكثر حدا الضيق وأكثر حدا المشاكل للمنفصلين بسبب السحر، واللي متزودين للمشاكل، واللي لسه ما تزودتش، ما فيش اكتمال معاك في أي شيء. عندك مبلغ مالي، أول حاجة في مبلغ مالي دايلك، المبلغ المالي ده هيفك كرب معاك أو يفك زنقة أو يفك حاجة معاك، في مبلغ مالي دايلك كويس، ممكن نقول مكافأة أو ردوع دين أو حوالة، في مبلغ مالي دايلك بإذن الله تعالى. عندك عتبة جديدة، العتبة جي مسكن أو عتبة جديدة فيها راحة ليك. عندك هنا حد حيران، أرى الحبيب، الحبيب محتار وغيران ومشتاق ليك، الحبيب محتار وغيران ومشتاق ليك كمان. في نقلة عندك وتغير جذري بأمورك، يعني عندك حاجات كثيرة فيها الفرحة ليك، لأنك يئست، تعبت، حصل مشاكل معاك كبيرة، حصل معاك تعب كثير، تعبت. بتقول امتى؟ بتقول هانت، عمال تصبر في نفسك، تقول هانت ان شاء الله بكره تنحل، وهتنحل، هتنحل. في مكالمه ديالك، المكالمه دي فيها شغل ليك او وظيفه، في وظيفه عندك ديالك، وظيفه او شغل او حاجه من سبب المكالمه دي. في شراء بيت، شراء بيت او تغير محل اقامه، منكم بعاوز يشتري بيت او عايز يشتري مسكن او عايز ينقل من المكان اللي فيه، عندكم شراء منزل باذن الله تعالى او شراء بيت باذن الله، وفي تغير اقامه. في شفاء من مرض، من مرض واستقرار صحي لحد قريب على قلبك، عزيز عليك، اهلك، من قرايبك، من اصحابك، اصدقائك، ده عزيز على قلبك. عندك نصره برضه، يعني هتنتصر باذن الله تعالى. الناس دي اذتك، كسرت قلبك، درحتك، خزت مالك، اذتك كتير، تعبتك، وانت مش عارف تاخذ حقك. عندك نصره باذن الواحد الاحد، عندك نصره باذن الله تعالى. بس ارى في اراكم يعني تعبانين، والتفكيركم مشتت، عمال تفكر 24 ساعه، محتار، مش عارف تاخذ قرار، تعبانين وتفكيركم مشتت. بس في ايام حلوه، في تغير للافضل، في مشكله عاطفيه حصلت، في مشاكل عاطفيه حصلت او مشكله عاطفيه حصلت ما بينكم، وعدم استقرار. هدي نفسك وبالهدوء، كل حاجه راح تنحل، بلاش العصبيه، بلاش المشاكل، هدي نفسك، كل حاجه هتنحل، لانه ورا عندك كل ده من سبب السحر. في شفاء من السحر او من المس القديم، في منك البنات او اخواتنا الشباب، في مس عندك قديم، مس قديم، في شفاء من السحر او من المس القديم، في شفاء من السحر او من المس القديم عندك باذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. انتم بس عليكم مراقبة، عليكم مراقبة، في حد بيراقبكم، عليكم طاقة مراقبة، في حد عمال يراقبكم، يعني خاطط عينه عليكم، عايز يوصلكم بأي طريقة، عايز يوصلكم، ده عمال يراقبكم مش كويس. الشخص ده بيحاول يأذيكم، عمال خاطط عينه عليكم، بيراقبكم الشخص ده. بس هنا عندكم يعني الشفاء لأحد الأقارب، الشفاء لأحد الأقارب، بلاش الكسل، بلاش الخمول اللي عندك، اخرج من الطاقة اللي انت فيها، اخرج من الطاقة اللي انت فيها، اخرج منها، اطلع من الطاقة دي،
بلاش الطاقة، عشان عندك سوف تفاجأ، عندك هتفاجأ بحد ديالك، روحك هتحيا من جديد. الأشخاص المناسبين في طريقهم ليك، سوف يحدث كل شيء فجأة، لأنك تستحق، إنك تستحق هذه، أنك تستحق لأنك صبرت، كفحت، وصلت لهدفك، ساعدت ناس كتير، مش استنيت منهم المساعدة، لكن أنت ساعدت الناس كلها، حب الخير للناس عندك، روحانياتك شديدة. حافظ على روحانياتك. إزاي؟ بلاش الكلام. انت عندك احساس كويس، بتحس بالحدا قبل حدوثه، بتحس بالشخص اللي قدامك ان كان صادق او ان كان كذاب، بتشعر بالشخص اللي قدامك، بتحسه قبل ما يتكلم، تبقى انت عارف عايز ايه او عينه فيها ايه. واكتر حدا رؤيتك المناميه، حافظ على رؤيتك المناميه، حافظ عليها ازاي؟ بالاذكار الصباح واذكار المساء والتحصين قبل النوم، لان الشيطان بينسيك، لان فيها طرق صحيحه ليك او اتجاهك للطريق الصح ليك، بس الشيطان بينسها لك، السحر او المس بينسها لك، فانت حاول تخلص من السحر او المس عشان تقوى روحانياتك وتتعلم. يمكن عندك كمان هنا في تغير في حياتك، ممكن يكون كليا حياتك تتغير. المكانة عالية كمان بفضل الله تعالى، عندك فترة انتقال للأفضل، يعني تخص حياتك العاطفية أو الأسرية، في عملية شراء، بتشتري إيه؟ أرى في عملية شراء بيع أو شراء ناجحة، في عملية شراء أو بيع دي ناجحة، فيها نجاح ليك، يعني البيع ده أو الشراء ناجح بإذن الله تعالى، عندك يعني طاقة شراء أو طاقة بيع، هي ناجحة، أو مشروع، وفي مكافأة ليك. مكافأة أو هدية، هي خلاص ما بين إيديك، المكافأة دي من بين إيديك أو خلاص يعني بين إيديك، وخروج الشر من حياتك. والست دي راح تنشغل بعيد عنك، هتنشغل بعيد عنك. أنت طبعا عايز تحصن نفسك منها، عمال تفكر أو إزاي أبعد نفسي منها ما خلاهاش تأذيني، هي هتنشغل بعيد عنك، ربنا هيشغلها بعيد عنك بالمرض اللي هيديلها أو بالتعب اللي هيديلها، هتنشغل هتنساك، مش هتعرف توصلك، مش هتعرف تأذيك تاني، هتنشغل بعيد عنك. ورجوع حق ليك، حقك رادع، حقك رادع، مهما توصل مهما تعمل حقك رادع لك بإذن الله تعالى، حقك ليك رادع، لأن أرى الدمعة نزلت من عينيك بالدعاء، وحسبي الله ونعم الوكيل كانت مكررة على لسانك كثير. حقك رادع بإذن الله تعالى، ونصر على الظالم ببركة ذكر الله، ببركة ذكر الله. في خبرين هنا حلوين، الخبرين دول حلوين يسعدوا قلبك في الطريق ليك، في الطريق ليك. هم الخبرين عند في عودة للمنفصلين، في عودة، أرى في عتاب، لا عتاب ما بينكم، عتاب حد وسطيكم متدخل، وحدة أو واحد متدخل وسطيكم وحصل ما بينكم عتاب أو مشاكل، حصل ما بين هيحصل، وفي عودة، في عودة، في عودة ليكم، يعني عودة بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. في عندك هنا العتبة دي اللي هتشتريها، لأنها اشتراك البيت، بيشتري منزل، المنزل ده هو اللي هيكون فيه الراحة ليك، أراك يعني فرحان، سعيد، سعيد. عندك حل مشكلة كمان، المشكلة دي كانت مشكلة دي كبيرة، كانت مدمرة حاجات كثيرة في حياتك، عندك هتحل المشكلة دي، المشكلة دي خلاص حد هيتدخل معاك وهتحلها، هتحل المشكلة دي خلاص. بس مشكلة كانت ممكن توقعك في وقعة كبيرة. والمريض اللي عندك راح يشفي اللي انت زعلان عليه، هو عندك يعني، بس احتفظ، عندك حلم مزعج معك، ممكن تحلم بكلاب، حيوانات، ثعابين، اسود، رؤيات منامية تعباك، عندك رؤياتك المنامية يعني هي من السحر، اخواتنا في الله، اخواتنا في الله من السحر. ورؤيتك للامور اللي حواليك صح، رؤيتك للامور اللي حواليك صح جدا، وتوقعاتك في محل، توقعاتك اللي بتوقعها في محل، لان انا قلت لك عندك روحانيات عاليه، فتوقعاتك للحدا اللي حواليك صح، وتوقعاتك كمان في محل، كل حاجه بتتوقعها. طاقتك السلبيه اللي عندك دي، اللي الغيمه اللي حواليك، الغيمه اللي على عينيك، اللي مش خلاك عارف تركز، عارف توصل لهدفك، هتخلص من الطاقه السلبيه، لان طاقه ايجابيه قد مليكم، النور هيكون حواليك، وهيكون حواليك يفتح لك جميع الابواب، طاقه النور حواليك، الطاقه الايجابيه دي خلاص قد مليك، عندك احساس بالقوه طاغي. عندكم هنا في اختبار من ربنا انت بتمر بيه،
انت بتمر بيه، وعايزك محتاج يعني تحكم عقلك وتلغي قلبك ده، تلغي قلبك علشان تمر بسلام من الاختبار وهتوصل لهدفك، هتوصل لهدفك بإذن الله تعالى. في مفاجأة حلوة من شخص غالي عليك، الشخص ده يعترف لك بالحب، الشخص ده هيعترف لك بالحب، في اعتراف يعني بالحب ليكم، او ممكن يعني او ربما تكون صداقة او علاقة عابرة تتحول لموضوع يعني جد يعيد لحياتك الفرح. يعني في زعل دواك، زعلان، في زعل دواك، وبتحاول يعني تضحك وما تظهرش ضيقتك، صدقني ربنا يهونها عليك وهتعدي على خير، وعوض ورزق كبير دايلك من ربنا بيكون قريب منك بإذن الله تعالى. بعد التعب والعذاب سنين خلاص هانت ديالك النصرة. أراك برضه يعني زعلان على أحباء أطفالك أو زعلان على أخواتك، حصل ما بينهم مشاكل، مكسورين، مجروحين، بتحاول تساعدهم على قد ما تقدر، بتحاول توصلهم للهدف الصح، بتحاول تخليهم مع بعض أو ما يبعدوش. إن شاء الله كل شيء هيكون في في ظنك بإذن الله تعالى، وربنا يشغل هاي الساحرة أو هاي الست عنك، ربنا يشغلها بمرضها، بتعبها، هتنشغل عنك وستفادى بالأفراح والقادمة، لأن الفرحة في أرض بيتك. فرحة يعني انت منتظرها، منتظر الفرحة دي، هي في ارض بيتك الفرحة، ممكن تخطوبة لما زواج بإذن الله تعالى، في بشرى بمولود، بشرى بمولود ان شاء الله. لو بتفكر في المولود او الاطفال، وعندكم اطفال في فرحة، في فرحة باطفال ان شاء الله، يكون نداح في المدارس بإذن الله تعالى، عنده نداح في امتحاناته، او بشرى باطفال جديدة بحمل، ستبدل كل احوالكم بإذن الله تعالى للأحسن، ستبدل بابك خلاص، باب الحظ، باب الفرحة، الباب اتفتح قدامك، الباب اتفتح يعني هك كل شيء، واللي يعني اللي مزعلك كنت يعني في حد مزعلك برضو، الشخص اللي مزعلك يعني انت مش عارف تعاتبه، مش عارف يعني، في حد زعلان انت في قلبك منه، قلبك مكسور منه، وهو معاك، هو معاك بس انت مش عارف تعاتبه او مش عارف لانك خايف برضو على زعله، خايف على زعله، مع انك انت زعلان بس مش عارف تعاتبه لانك خايف على زعله، لان وراك برضه مريت بطائفه يعني برضه ماليه مريت بيه، وربنا كرمك ورزقك بمال لم يكن في حساباتك، وعندك برضه يعني الفرحه ديال، وطاقه المال قويه، طاقه المال قويه، يعني هناك مبلغ مالي ممتاز كويس، يعني المبلغ ده قدامك خلاص ثلاث خطوات، انت كنت محتاجه، كنت محتاجه بإذن الله تعالى قدامك المال. اللهم صل على سيدنا محمد. في حاجة حلوة قوي هتحصل معاك قريبة، أنت منتظرها بفارغ الصبر، ودي هتخرجك من الزعل اللي أنت فيه، لأن أنت زعلان وقلبك مكسور، هتخرجك من الزعل اللي أنت فيه، هتخرجك. في شخص هنا بيحبك قوي، بيحبك قوي، الشخص ده بيحبك قوي، لكن أراه بعيد عنك، مش عارف يقرب منك، أو مش عارف يوصل لك، أو مش عارف يقرب منك. ان شاء الله تكون حياة جديدة ما بينكم بإذن الله تعالى. القلق اللي عندك والخوف راك قلقان وعلى حد مسدون، او عندك اوراق بتخلصها في المحاكم، او حد مريض، او حد مسدون على قلبك، او قريب يعني على قلبك او عزيز عليكم، في مكالمة هتفرحك بسببه، يعني مكالمة هتديلك هتفرحك بسببه المكالمة دي، ممكن يكون خروج، هيخرج من الأزمة، أو تم شفائه، أو تم العملية بنجاح، أو هكذا. في مشروع أنت داخل فيه، مشروع شغل، وظيفة، مشروع عمل، نجاح، لأن أراك قلقان منه، خايف ما يقبلكش، خايف تفشل في الموضوع، في المشروع أو الموضوع اللي أنت فيه، قلقان على المشروع ده، إن شاء الله في نجاح. في طاقة نجاح بإذن الله تعالى، المشروع ده راح ينجح معاك، لأن طاقة النجاح قريبة بإذن الله تعالى، راح تنجح في المشروع ده وتحقق هدفك، بس أكتر حدا بلاش الكلام، بلاش الكلام فيه، بلاش تتكلم في طموحاتك أو أهدافك أو شغلك أو وظيفتك أو مستقبلك، بلاش كثرة الكلام، بلاش. في مناسبة حلوة، ويعني مناسبة حضور حفلة أو مناسبة في أرض بيتك، عندك مناسبة حلوة بإذن الله تعالى، المناسبة دي هتكون فيها فرحان، هتكون فيها سعيد، في طريق سفر برضو قدامك، حد هيطلب منك تسافر، أو أنت عايز تسافر لشغل أو فسحة أو شغل
او يعني في طريق سفر قدامك مفتوح بس لسه انت ما دخلتش فيه. الطريق ده مفتوح قدامك، طريق السفر، بس لسه ما دخلتش فيه. واللي حصل انفصال اللي كان بسبب السحر احبابي في الله، السحر ان شاء الله راح تفك السحر وراح يخرج من بيتك كل شيء بالأذى، بيخرج كل شيء بإذن الله تعالى، وتعيش في الراحة والأمان، والشغل قدامك مفتوح بإذن الله تعالى. وأكثر من الاستغفار، وأكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك، وأنت خير المبشرين كله. أحبابي في الله، فضلا وليس أمرا، ادعموا الفيديو باللايك، وانزل فيها التعليقات، صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك، وانت خير المبشرين كلها. وان كنت بتعاني كما كنا السحر او المس او من تعطيل او من اي شيء داخل القناة، كل هذا يلا تدخل داخل القناة، تطلع لفوق الفيديوهات هتلاقي نزل على هذا السحر وعلى هذا المس وعلى هذا التعطيل وعلى هذا الكريم وعلى هذا التابعة، كل شيء في الفيديوهات خططت لكم علاجات بإذن الله تعالى. سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم من كل داء يؤذيكم، والرقم أمامكم اللي حابب يتواصل معنا في أي مشكلة عندك أو علاج أو كشف تفضل معنا، وإن شاء الله نكون في حسن ظنه بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.